ينضم إلينا من دبي جورج برباري الرئيس التنفيذي لشركة دي سي برو للهندسة. أهلا وسهلا فيك جورج، صباح الخير، شكرا لحضورك معنا على البرنامج. خليني أبدأ بسؤالك عن هالمحفزات اللي ممكن أن تقدمها الحكومات إلى يعني إلى الشركات أو حتى اللي عم يشتروا السيارات لشراء السيارات الكهربائية أو تصنيع السيارات الكهربائية. هناك بعض التخلف من قبل الحكومات بإعطاء هذه المحفزات لأنه بدهم الشيء يصير بشكل طبيعي، فأي سياسة ممكن تنجح أكثر؟ هلا أنا باعتقادي المحفزات عندنا مستدامة، وباعتقادي أنه السوق بيتحول لوحده. يعني حضركم ذكرتوا أنه السنة شكلت سيارات كهربائية 4.2%، علما أنه بس من سنتين كان 2.6%. سوق السيارات بالعالم خفض من 95 مليون سيارة سنة 2018 ل 72 مليون سيارة بسبب الجائحة بال 2020، والسنة هذه انخفض ل 70 مليون، بينما السيارات الكهربائية ارتفعوا من يعني تقريبا من 2.1 مليون بال 2019 ل 3.2 مليون بال 2020، متوقع يوصلوا ل 26 مليون سيارة بال 2030. إذا السوق وحده عم يتحول بدون المحفزات الحكومية. طيب بس في موضوع الكلفة كمان، يعني السيارات الكهربائية الآن مش رخيصة، في 40,000 دولار، يمكن من 40,000 دولار وطلوع، بالإضافة لأنه مع توجه الدول للحد من السيارات الغير كهربائية على شوارعها، السيارات العادية أو الكومبستشن انجن رح تصير أرخص، وبالتالي يمكن يصير في توجه لشراء هذه السيارات بدل عن السيارات الكهربائية لأنه فيها وفرة وتوفير وقيمة أكثر. هذا صحيح من جهة الكلفة الأولية، بينما من جهة التشغيل والصيانة تقريبا السيارة الكهربائية استهلاكها نصف السيارة اللي بتمشي على البنزين. وهلأ بتلاحظي صار في سيارات عم بيقصروا الرينج، يعني من 500 كيلو ل 250 و 300 كيلو، تصير في سيارات كتير معروضة ب 20,000 و 25,000 دولار تمشي على الكهرباء بمدى أقل. هي عم بغلي السعر، هي المدى الطويل لتكبير البطاريات اللي بعدهم نسبيا أسعارهم مرتفعة. طب وبالتالي الآن كيف ممكن أنك أنت تساهم بهذا التحول؟ وفي في تغيير عادات وفي تغيير كل شيء كان ياخذ المشتري للسياره يعني متعود عليه من زمان، هلا صار في تغيير عليه، بالاضافه لبدل ما بده يتوقف اكثر من مره ليعبي البطاريه وما الى ذلك. هو اهم عوامل التحفيز انشاء يعني التشارجرز بأماكن العامة، يعني خاصة الساكنين بالشارع، ما حيجي يكون عنده شارجر خاص فيه. ومفضل يعني هالقوانين تتغير وصير تجبر الأبنية والأماكن العامة تحط تشارجرز بمواقف السيارات لتسهل عملية التشريج، وصير واحد وين ما راح يقدر يشرج سيارته بطريقة سهلة. هذا من أهم المحفزات والمسهلات للسيارات الكهربائية. طب هل الوعود اللي عم تعطيها شركات تصنيع السيارات اللي توجه إلى السيارات الكهربائية خلال فترة 10 سنين يمكن من هلأ، هل تعتقد أنها فعلا ممكن أن تتحقق هذه الوعود بالنظر لقصر المدة؟ هلا من الإحصائيات اللي ماشيين فيها، إذا عم يزيد السوق يعني حوالي 1 مليون سيارة كل سنة، يصير في وتيرة متصاعدة لهالموضوع أكيد. ما ننسى إنه الصين بوزير النقل حط استراتيجية من عدة سنوات ليعوضوا عن نقص التكنولوجيا بالمحركات اللي بتمشي على البنزين بتحويلهم على المحركات الكهربائية. الصين اليوم أكبر سوق للسيارات الكهربائية بالعالم، قادرة تختصر المدة التكنولوجية تسبق أوروبا وأمريكا بعملية السيارة الكهربائية. هلا كمان الوزير النقل الصيني حط استراتيجية لآليات النقل المتوسطة والتقيلة اللي هي هتمشي على الهيدروجين،
واليوم اليابان والصين متصدرين العالم بعملية الفيول سيل اللي بتمشي على الهيدروجين، علما أنه بعد الأعداد قليلة، بس يعني صحيح الأعداد قليلة بس بشكله نسبة كبيرة من استهلاك الوقود. يعني بأمريكا السيارات النقل بشكل 26% من استهلاك الوقود، علما أنه عددهم ما بتجاوز يمكن 5 إلى 10% من عدد السيارات، لأنه يمشوا مسافات طويلة. في فكره استاذ جورج انه مع تخلص الدول من السيارات التقليديه اذا بدك، ممكن انه تصير بعض الدول اللي ما رح تعتنق التوجه الجديد والسيارات الكهربائيه انها تصبح مثل متاحف للسيارات القديمه، يلي هي هلا اللكجري كارز، يلي هي ممكن حتصير تنباع باسعار رخيصه بالدول المتقدمه يلي بدها تستغني عنها. صحيح، وهذا شيء حلو، يعني ما انه شيء عاطل. دائما السيارات الكلاسيكيه خلقتنا نوستالجيا معينه وحنين للماضي، وبعتقد انه حيصير نفس الشيء بالسيارات اللي بتمشي على البنزين. يعني اكيد اللي تفضلته يعني فكره وردي، اوكي يمكن تصير 2040 2050، بس انه اكيد حتصير، ما فينا واقف هالتحول هذا. جورج بربري، رئيس التنفيذي للدي سي برو للهندسة، شكرا جزيلا لحضورك معنا اليوم.